أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم مؤشر النيل، والذي نتابع من خلاله أهم الأخبار الاقتصادية وتحليلات لأسواق المال المحلية والعربية وأيضا العالمية، والبداية من البورصة المصرية، حيث سجلت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية منذ بداية العام، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لمستوى 2.22 تريليون جنيه. ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 27.42% ليصل لمستوى 31.720 ألف نقطة. كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 منذ بداية العام بنسبة 38.8% ليصل لمستوى 7757 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 وهو الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 36.85% ليصل لمستوى 10784 نقطة. وللمزيد ينضم معنا على الهواء مباشرة من القاهرة الأستاذ حسام عيد، خبير أسواق المال. أهلا بك معنا أستاذ حسام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة. بداية أستاذ حسام، نتحدث عن السوق بداية من عام 2024 وحتى الآن، ونظرة تحليلية عامة، كيف تقيم السوق منذ بداية العام وحتى الآن بشكل عام؟ طبعا زي ما تابعنا كده خلال او منذ تعاملات بدايه العام الجاري، كان سجل المؤشر الرئيسي ونجح في تسجيل مستوى قياسي جديد، وتحديدا عند مستوى 34449 نقطه، وكان هذا الصعود كان مدفوع بقياده قطاع الاسمده والبتروكيماويات ونتائج الاعمال الايجابيه التي اظهرتها أرقام المالية عن العام المنتهي في 30/12/2023، والتي أظهرت تحقيق أغلب الشركات بقطاع الأسمدة وأغلب الشركات المدرجة القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي معدلات نمو مرتفعة ومعدلات أرباح تخطت معدلات العائد الخالي من المخاطر، الذي أيضا شهد ارتفاعات ملحوظة على مدار العامين الماضيين، وكان ده هو الدافع الرئيسي لاتجاه المؤسسات المالية خاصة المصرية والأجنبية نحو مزيدا من التدفقات النقدية بالأسهم القيادية بمختلف القطاعات المدرجة بالمؤشر الرئيسي، وده اللي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، ودفعه لتسجيل قمته التاريخية ومستوى إغلاق تاريخي جديد عند مستوى زي ما ذكرنا عند مستوى 34449. ولكن سرعان ما حدثت يعني عمليات تصحيح وجني ارباح في تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، قذفت بالمؤشر نحو اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو مستوى 27000 نقطه، ولكن سرعان ما حدثت ارتداده قويه جدا واعاده دخول الاموال المستثمره من وخاصه من قبل المؤسسات الماليه المصريه والاجنبيه نحو الاستثمار في اغلب الشركات القياديه المدرجه بالمؤشر الرئيسي، وبالتالي كان ليها انعكاس ايجابا ايضا على اداء المؤشر الرئيسي ودفعته نحو الارتداد والصعود مره اخرى، واستعادت مستويات المقاومه الرئيسيه بدايه من مستوى المقاومه 28000 نقطه ونهايه بمستوى المقاومه الرئيسي وهو مستوى 31000 نقطه. واعتقد ان احنا هنشوف مزيدا من الاداء الايجابي على مدار الربع الاخير من العام الجاري، وده هيكون مدفوع باستمرار الاداء الايجابي والصعود لاغلب الاسهم القياديه المدرجه بالمؤشر الرئيسي، مع اتجاه او استمرار اتجاه المؤسسات الماليه نحو مزيدا من فتح مراكزهم الماليه بالاسهم القياديه المدرجه التي ما زالت تتداول بمستويات سعريه منخفضه جدا، اقل بكثير من القيم العادله لاغلب هذه الشركات، خاصة بعد الأداء المالي الجيد الذي حققته أغلب الشركات القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي عن العام المالي المنتهي في 30/12، واستمر هذا الأداء الإيجابي، وهذا ما أظهرته نتائج أعمال الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث ايضا من العام الجاي. نعم استاذ حسام، يعني الفتره الماضيه يمكن شهدت استثمارات كبيره بتدخل السوق المصريه سواء كانت بشكل مباشر او غير مباشر، كيف ترى انعكاس ذلك على السوق؟ طبعا كان هناك ملاحظ بشكل واضح جدا ان هناك تدفقات نقديه قد يعني بدات ان تبدا في استثماراتها بشكل واضح وصريح ومباشر في الاسواق الماليه المصريه بمختلف القطاعات الانتاجيه المدرجه، سواء المدرجه بالبورصه المصريه او بالاستثمار
الاستثمار المباشر ايضا، شهدنا بعض التدفقات النقديه خاصه من المؤسسات الاجنبيه والعربيه على مدار الست شهور الماضيه نحو مزيدا من هذه التدفقات النقديه بالاسهم او بالشركات القياديه بمختلف القطاعات الانتاجيه بالاقتصاد المصري. ده كان دافع او مدفوع بعده عوامل، من اهمها الاداء المالي الجيد لاغلب هذه الشركات بمختلف القطاعات. هناك نجاح في تحقيق معدلات نمو ونمو في المبيعات ونمو في الايرادات لاغلب هذه الشركات، وبالتالي ده كان ليه انعكاس على قائم العدله لاغلب هذه الشركات، ودفع قائم العدله الفير فاليو لاغلب هذه الشركات الى الارتفاع وتحقيق مستويات قياسيه جديده، مدعومه طبعا بالنشاط الذي حققته خلال العام المالي الماضي. وده اللي كان دافع وداعم قوي جدا لجذب مزيدا من رؤوس الاموال للاستثمار في الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات، والذي يؤكد الاقتصاد المصري دائما ان ما زالت هناك فرصه قويه جدا لتحقيق ارباح قياسيه على الاستثمار في هذه القطاعات، وفي ظل انخفاض القيم السوقيه لاغلب الشركات المدرجه بالبورصه المصريه. خلال الفترة السابقة برأيك أستاذ حسام، ما هي أهم القطاعات التي شهدت نشاطا ملحوظا، وما هي أهم القطاعات الواعدة أيضا خلال الفترة المقبلة؟ يعني منذ بداية العام نقدر نقول أو نقيم القطاعات التي قادت المؤشرات إلى تحقيق مستويات قياسية وقمم تاريخية جديدة كان قطاع الأسمدة والبتروكيماويات. هذا القطاع الذي حقق طفرة كبيرة جدا في نتائج أعماله وفي معدلات أرباحه، كان هو قائد قائمة الأنشط القطاعات خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، ودفع المؤشر الرئيسي إلى الصعود وتسجيل قيمته التاريخية ومستواه القياسي عند مستوى 34449 نقطة تحديدا. أعتقد أن هناك أيضا بعض القطاعات التي قد تستبدل مراكزها وتستحوذ أو تتصدر قائمة الأنشط قطاعات خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة قطاع العقارات الذي لم يشهد أي تحركات إيجابية بعد، ولم يتأثر سواء بارتفاع أسعار العقارات وارتفاع حجم الأصول التي تمتلكها أغلب الشركات المدرجة بهذا القطاع. أعتقد أن قطاع العقارات هو الذي سوف يتصدر قائمة الأنشط قطاعات خلال الفترة المقبلة، وهيقود المؤشر للتحقيق قمة تاريخية جديدة واختراق مستوى القياس الذي سجله في تعاملات الربع الأول من العام، إغلاق تاريخي جديد خلال تعاملات الربع الأخير. ويأتي في المرتبة الثانية أيضا قطاع الأسمدة الذي ما زال يحقق أو ينجح في تحقيق معدلات أرباح مرتفعة جدا ونتائج أعمال إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة جدا تتخطى أضعاف العائد القيمي من المخاطر، الذي أيضا شهد ارتفاعات ملحوظة خلال منتصف العام الجاري. أعتقد أن سوف يستحوذ قطاع الأسمدة والبتروكيماويات المرتبة الثانية في قائمة الأنشط قطاعات، يليه في المرتبة الثالثة هو قطاع البنوك. أعتقد أن أيضا قطاع البنوك نجح في تحقيق قوائم مالية إيجابية ومعدلات نمو قد تكون مرتفعة إلى حد ما نظرا لزيادة حجم استثماراته، وده من خلال ارتفاع العائد الخارجي من المخاطر واتجاه الأموال المستثمرة أغلبها إلى الأوعية الداخلية، وبالتالي استطاع هذا القطاع في توظيف هذه الأموال في أدوات استثمارية جاءت بأن حققت أرباح مرتفعة على هذه الأموال على مدار العام ونصف. وكيف أستاذ حسام يمكن جذب شرائح جديدة للسوق في ظل الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين بشكل عام خلال هذه الفترة؟ يعني أنا شايف أن من أهم المحفزات التي قد يكون لها تأثير إيجابي وسريع ومباشر على أداء سوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية هو سرعة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لأن الطروحات الجديدة بأي سوق مال تعتبر هي قبلة الحياة لأي سوق مال أو خاصة البورصة المصرية. شايف أن برنامج الطروحات هو النافذة الوحيدة لجذب مزيدا من رؤوس الأموال في ظل الأداء المالي الجيد جدا لأغلب الشركات بمختلف القطاعات بالاقتصاد المصري. شايف أن على الحكومة المصرية سرعة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي سوف يكون ويعتبر هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية لدفع أو جذب مزيدا من رؤوس الأموال للاستثمار المباشر والغير مباشر، واستخدام حصيلة هذه الطروحات
في توسعه انشطه اغلب الشركات التي عظيم. يتم طرحها، وبالتالي ماذا عن هينعكس توقعاتك ايجابا أستاذ حسام للسوق خلال الفترة المقبلة؟ نعم، ماذا عن توقعاتك أستاذ حسام للسوق خلال الفترة المقبلة؟ يعني شايف ان هناك في استمراريه للاداء الايجابي وحصد المكاسب بالنسبه لجميع المؤشرات، وهنشوف في اختبار واختراق لمستوى المقام الرئيسي بالنسبه للمؤشر الرئيسي، وهو تحديدا عند مستوى 32000 نقطه، وباختراقه والاستقرار اعلاه سوف نشاهد اختبار للقمه التاريخيه التي حققها المؤشر في بدايه العام، وخاصه في تعاملات الربع الاول من العام الجاري، وهي عند مستوى 34400 نقطه. اعتقد ان احنا هنشوف في اختبار لهذا المستوى، ربما نسجل في اخر تعاملات العام الجاري اختبار او تسجيل قمه تاريخيه جديده للمؤشر، وهيكون مدعوم بالاستمرار الاداء الايجابي لاغلب الاسهم القياديه واستمرار اتجاه المؤسسات الماليه خاصه المصريه والاجنبيه نحو مزيدا من التدفقات النقديه بالاسهم القياديه المدرجه بالمؤشر الرئيسي. ده اللي هينعكس ايجابا على اداء المؤشر الرئيسي ويدفعه للاستمرار في الأداء الإيجابي وحصد المكاسب خلال تعاملات الربع الأخير إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسام عيد خبير أسواق المال، شكرا لك. في أسواق المال الخليجية، أغلقت معظم أسواق الأسهم على انخفاض وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة التوتر الجيوسياسي إلى صراع أوسع في المنطقة. انخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.6% ليلامس أدنى مستوياته منذ 11 من سبتمبر، كما خسر المؤشر القطري بنسبة 0.5% مع تراجع سهم شركة قطر للوقود بنسبة 2.3%. في وول ستريت، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع كبير بعد أن طمأنت بيانات الوظائف الأمريكية الأفضل من المتوقع للمستثمرين الذين كان ينتابهم القلق حيال الاقتصاد الأمريكي. ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 89%، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.21%، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 79% في ختام التعاملات. وإلى الأسواق الأوروبية، أغلقت الأسهم على ارتفاع بعد تراجع المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد الأمريكي مع صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي جاءت أقوى من المتوقع. أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.4% مع صعود معظم البورصات في المنطقة ومنها ألمانيا وفرنسا. وقاد قطاع البنوك المكاسب بارتفاع بلغ 1.8%، كما تقدم المؤشر الفرعي لشركات السيارات بنسبة 1.6%. ورغم ذلك سجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر أسبوعية، وانخفض المؤشر ستوكس بنسبة 1.8% خلال الأسبوع. سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر هبوط أسبوعي له بعد شهر، بعد أن أدى موقف رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا المتغير فيما يبدو بشأن أسعار الفائدة إلى اضطراب الين وإثارة قلق المستثمرين. ارتفع نيكاي في ختام الجلسة بنسبة 0.2%، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا 3%، كما صعد المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%، بينما انخفض بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الماضي. نتحول لأسواق البترول العالمية، قفزت أسعار النفط وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام وسط مخاطر متزايدة من نشوب حرب بالشرق الأوسط. وعلى أساس أسبوعي صعد خام برنت بأكثر من 8%، وهو أعلى مكسب أسبوعي منذ يناير عام 2023. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 9.1%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2023. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل ل 78 دولارا للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% لتصل ل 74.38 دولارا للبرميل. ختام مؤشر النيل، شكرا لكم وإلى اللقاء.